احنا نطالب من خلال قنواتكم الموقره ايصال صوتنا الى سياده رئيس الوزراء السيد محمد شاع السوداني، يعني بالعدول عن قرار اللي قرار مجحف صراحه، هذا في رفع الاسعار، يعني اسعار المواد الاوليه اللي هي النفط الاسود الار سي ار، تعرف هذه المعامل يعني الماده الاساسيه لتشغيل هذه المعامل هي النفط الاسود الار سي ار، فهذا الارتفاع مو مصالح المصافقه يعني قاطبه، فبدل ما احنا ندعم القطاع الخاص يعني نرفع الاسعار عليه، فهذا يعني محاربه للقطاع الخاص صراحه. فتاثير انا اقول لك هذه المصافي تحتوي على الاف الموظفين اللي من ضمنها مهندسين فنيين بانواعها كهربائيين لحامين، فهاي الموظفين حاليا مهددين بالتسريح، فتسريح الموظفين راح يسوي عبء ثاني على الدوله، يعني يروح يظهر باب الوزاره بدل ما انت خب تدعم القطاع الخاص وتخلي الناس تستفاد تشتغل في هذه المعامل، فهذا اشوفه قرار مجحف صراحه، ونطالب من خلال قنواتكم ايصال صوتنا سياده رئيس مجلس الوزراء انه العدول عن هذا القرار وتخفيض الاسعار وزياده الكميات. مصيرنا احنا راح كلنا نقعد بالبيت، نرجع جيوش بطاله من جديده. زين هو لا موفر فرص بالقطاع العام وحارب القطاع الخاص، صارت محاربه على القطاع الخاص، زين شنو المصير هسه؟ دراسه جدوى اقتصاديه المصافي من يتم انشائها حسب سعر ثابت، زين هسه من صار يعني صعود مفاجئ بهذا السعر وقليل كميه بصوره كبيره، زين المصافي بعد ما تجيب الجدوى الاقتصاديه مالتها، اهل يعني راح يضطرون يسرحون الاف الموظفين العاملين في الشركات في القطاع الخاص. زين نطالب بحل، حل مستعجل وسريع. احنا 450 سائق نشتغل بهذا المعمل، ونطالب من رئيس الوزراء ان يخفض الاسعار علينا، يعني اذا انقطع المعمل وقف انقطعت ارزاقنا، نقف احنا 450 سائق كلنا نقف، ورزقنا على الله ثم على المعمل. زين وبعد نطالب من رئيس الوزراء ان يخفض الاسعار علينا. احنا سواق احنا ورزق على الله ثم على المعمل هذا، اذا صعدوا الاسعار راح يقف المعمل كله راح نقف، واحنا رزقنا ثم على المعمل هذا، وطالبين من الله ومن رئيس الوزراء الله الله بينا، والله العالم كله تقعد يشهد الله عليه. احنا طلعنا نادي رئاسة الوزراء لكي ينظر الى هذه الشريحه المدنيه وشريحه الكوادر هاي اللي المعامل المدنيه والخاصه اللي شايله تقريبا نصف حمل او ثلاث ارباع حمل الشركات المدنيه الحكوميه، لانه اذا تصير بطاله بهذه المعامل اللي هو ما يقارب تقريبا 50 معمل، كل معمل مشغل له 500 عامل، يعني 500 عائله اضربهم انت تلقى 225,000 عائله، راح يعني اذا توقفت هاي المعامل راح 250,000 عائله راح شو يصير بالشارع يعني. واحنا املنا بهذا الرئيس الوزراء جديد يعني خير، وان شاء الله احنا نطالب من عنده بخفض اسعار المنتوج، حتى احنا هذه الشريحه من العمال من السواق من الكسبه احنا وين راح نروح؟ احنا اصحاب عوائل، اذا صعد المنتوج هذول اصحاب الشركات راح يستثمرون اموالهم خارج البلاد، فاحنا هذه الناس الكسبه الفقره احنا وين راح نروح؟ احنا افواج مو يعني مو اعداد هائله، احنا راح ترجع هذه اليد راح ترجع عاطلين على العمل، وراح نرجع هم مظاهرات ونرجع على هاكل الدوله. احنا كعاملين هنا بالمصفى يعني تصعيد هاي الاسعار مال المنتوجات النفطيه، واحنا هنا عوائل يعني كل رزقنا على هذا على المصفى، ونطالب من دوله رئيس الوزراء يعني تخفيض الاسعار، يعني ما عندنا غير هذا مصدر عيشه.